Bonsoir mes amis, salam alaikum. Nous sommes le 10 septembre et nous allons parler encore de la fête du 7. Les Algériens. Des Français. خبتاء اللي عايشين ليه حركة. الله نسمعكم اليوم باش تشوفوا نسمع لكم بليزيور فيديو تاع الغيورين اللي ماتوا. راه نسمع لكم واحد الخماجة هكذا، اون فام لابسة الحجاب. انا غاتني كي لابسة الحجاب ما نخبيش عليك، لا بارا كول تاع واحدة لابسة الحجاب، مي جي لابريسيون اي فو بوفي فار كونفيونس لابسه الحجاب غير بور لا فيديو اللي دارت، سي باش تخلط الشعب. لابسه الحجاب عندها اون سال كول، واش قالت؟ قالت بالكم تخليهم يكلحوكم، لازم ما تخرجوش من دياركم، ما تخرجوش تفوتيو، هذه راه ذي دي فوت، ما تخرجوش، اشيلوا الحليب والبطاطا والخبز وريحوا في دياركم، بالكم تخليهم يكلحوكم. ما تخرجوش، يعني باغلي افيك دو لا هان، كوم كاع لي حركية هذوك اللي راه اللي يهضروا افو ها بعد، هذوك اللي يولي لكم واش هضروا ابري، نهضروا على الخماجة هذي. إي بيان راه نسمعكم اليوم تشوفوا لي زالجيريان، واحد ان الجيريان كيفاش يريبوند لها، فريمون سيت ان بليزير، تشوفوا كومون إلا ريبوندو. بالعقل الى اكسبليكي وقدا وبهدلها وقال لها، قال لها ما تحشميش، قال لها روحي، قال لها روحي تصلي عبد يا ربي. مي بور لي زالجيريا لي باتريوت، شوفوا كيفاش ضربتهم المغلق في الحق واللحقوا راحين يموتوا على جال الفوت هذا. ايزون فولو ا تو بري ما يوقعش الفوت. هيا دوك نعاود نولي لكم واحد الدقيقة، سي با لون لا فيديو، ميرسي. هذه حذاري منها، فإنها خدعة ونفاق، حابين يخرجوا الناس في الدار، وعلى بالهم بلي الناس راح تقعد في دارها، بما أنه راهم عارفين المقاطعة راح تكون أقوى من 2019، بمعنى أنه الناس راح تلتزم بدارها، ما تخرجش يوم الاقتراع، التزم دارك، يوم الاقتراع قعد في دارك، اغلق الباب، اشري حق يومين ثلاثة خضرة ولا حليب ولا يتحقوا من قبل، ويوم الاقتراع قعد في الدار، ما تعطيهمش الفرصة لكاميرا تاع قنوات العار، لكاميرا تاع المخابرات الإرهابية، تفيلميك تفيلميك وتخليك أنك خرجت وراح تنتخب، اقعدوا في ديركم، خلوا لهم الشوارع فارغة، خلوا لهم الأماكن الانتخاب فارغين، ما كاش انتخابات مع العصابات. ويا زبيدة عسل روحي ديري كيما روحك قبل. يا الحاجة ماما ما نقولكش حاجة، انت ماشي حاجة قاعيتي، راكي عجوزة ولا راكي هيجة هكذا؟ انت وش راح لك في اللي فوطي واللي ما يفوطيش؟ انت راكي عايشة لهيه على بالنا كاع كيفاش تخمو انتوما. انتوما حابين تنوضوا هنا في الجزائر وانتوما عايشين لهيه باش تشوفونا احنا واحد ياكل في واحد وانتوما حاكمين كرسي وتضحكوا. هذيك في كتاب تاع فرنسا اللي قريتوها فيه انتوما، احنا قرينا في الكتاب بالقراءة وتاع التربية الإسلامية، ما نتقودوش من الودن. انتي دوك نتحراو عليك نلقاوه ما مشاولكش في بروجي راكي تحكي هاكا، انتي باينة بلي كرشك كبيرة حبيتي تدي بروجي كبير بلوكاوهولك عطيتيها ليه تحكي على الجزائر. محسوب انتي الشعب تاع الجزائر الله يبارك، المهندسين، الطبيب، القاري، انسان انتيليجون، قافزين قاع في الكوميرس، لي زامبورتاتور، قاع محسوب انتيا نسناوك، انتي بقات لك دوره وتموتي، نسناوك انتي تجيبي لنا حقنا في الجزائر وانتي عايشه لهيها، الله يبارك. انا نقول لك الحاجه، روحي شدي سبحه، وروحي صلي وتوبي لربي، ربي يغفر لك. ربي يقول لك الفتنة أشد من القتل،
تحرضي ولاد بلادك باش بلادك تشوفيها مخروبة باش تتهناو. انتوما نصنفوكم عبادة الشيطان، انتي وجهك النور ما فيهش، سبحان الله. لو كانت تخرجي عليا في الليل انخاف. انتي يا تشرفي دزاير، انتي يا اللي تجيبي حق تاع الأمة تاعنا. اكاش منها تلقى بلا ما على بالها وين جاية، دايرة خمار وتضربي لهي سلعة ويلحقوك دراهم تاع الجاري من هيه تاع اليهودية. سبحان الله وبحمده كل يوم تخرج لنا في قورة جديدة. ما يديروش عليك خالتي، خالتي ما يديروش عليك. بديت تنبحكي كلبة مصباح لليل، لي حبي فوطي فوطي، لي حب ما يفوطيش ما يفوطيش. رانا في الديمقراطية لازم الفوط يكون، شكون انتي باش تحبسيه في الدول العالم قاع فيها الفوط. ما وش داير لك سيف الرقبة يقول لك فوطي على فلان ولا تي، حرة فوطي على من حبيتي. سبحان الله وبحمده ما حبوش يتهناو كي شافوا دزاير مستقرة، حبوا ينوضوها دراع وباش هما يقعدوا في الكراسة ويضحكوا علينا شو شادين المانيطة ويلعبوا. هذيك في المنام بلاد بلادنا ورانا هنا نحاربوا كيما جدودنا. ليدنا للدزاير الراس يطير، دزاير خط احمر، دزاير هي يمانا وهي بابانا. وتحية الجيش اللي راهو يعسلنا في الحدود، وتحية الدولة، وتحية عمي تبونا انا نقولها لك منا. وان شاء الله يسقم لنا بلادنا كونطرا فيكم ويلتب ليجان ويلتب بالنساء الارمالات واللي عنده الضيق يسكنوا، وان شاء الله ربي يفتح عليهم قاع ويفتح لنا، وان شاء الله نولوا عايشين خير من البلدان. وانتم ما تهبطوش للجزائر، انسوها الجزائر، تموتوا كي الكلاب وتندفنوا في مقابر ماسونيه ولا يهوديه. مع السلامه. سمعت الخماج هذه وسمعت الراجل، وانا جيلي دير شابو لو مسيو فريمون، جيلي دير شابو. Il lui a répondu. Et donc, nous les comme disent les Français, les chiens aboient, mais la caravane passe. Ils ont voté massivement. Les taux maintenant, 6%, 5% dans Fimjaya. Mais l'essentiel, c'est que Rahou les urnes, Rahou ils ont défié la peur. Oh, Mahafouch, les maquis, les voyous, au Rahou, et ils ont voté. L'essentiel est voté, l'essentiel, c'est l'acte en lui-même. Au Doka, qui il a démarré, on a gardé la gare, on a gardé le tobacco. Ah, le taux de participation, il n'est pas élevé. Qu'est-ce que vous avez à foutre qu'il soit élevé ou pas élevé? Alors, ce qui nous intéresse, c'est que le président a été élu. الشعب خرج بالزغاريت الى فوتي، سي سا كي نوز انتيرير. سا حنا ما عندناش لي كالكول تاع لا فرانس مول. نومبر دو كو شحال فوتا وما فوتاش، سي با سا. حنا عندنا لي لوا تاعنا الجيريان، الشعب راح لي زور فوتا، لو بريزيدون الى ايتي ايلو، لو تران يبا مارشي. وقعدوا انتوما تنبحوا كي الكلاب، ينادين باباكم. سر راس. علي، السلام عليكم.